شوكولالة. شوكولالة. إيه. طبعا هذه لا. شوكولالة نعم. هذه اللي عند أبو ثامر، وهذه واحدة اللي أمام مهنة، وهم طبعا الشوكولالة الفاخرة، عندهم 12 فرع في السلطنة، وعندهم فرع أيضا في اللي هو المجلس التعاون الخليجي. عندهم طبعا في مسقط وفي صلالة، وعندهم في سحار أيضا. فشكرا لهم على الشوكولا هذه الجميلة اللي بعدين إن شاء الله بعد العشاء. بعد العشاء ممكن الحين بعد العشاء ليش بيحلي قبل العشاء بيحلي الحين سؤال البطل يعرف إن هذا يعني حلا ولا هذا عشاء، فأنت عطى شوية لا بعد شوكولالة هذا شوكولالة أيوة. طيب مشكورين الأخوان في محل شوكولالة على هذه الضيافة الجميلة أيضا.